السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا دلوقتي نرسم هرم كومبوننت موديل امبليس، وهقول له ان ده مثلا هنعتبره فلور. اوكي، هو بيدينا شوية تولز، نفس التولز دي موجودة في الفاميلي، يعني ممكن نفس اللي هنعمله ده تقول له نيو فاميلي جينيريك وترسم نفس الحاجات. طيب اكستروشن مش تنفع لان نفس الشكل هيطلع، فبالنسبة لنا بليند هو الافضل. طيب بعد ما اخترنا بليند ممكن نروح قايلين له احنا عايزين نرسمه مثلا القاعدة بتاعته تكون مربعة بالشكل دوت، وخليهم الاتنين زي بعض اها بالشكل دوت. ده الجزء اللي تحت. طيب الجزء اللي فوق هاخد ده كده كوبي واقول له ايه توب، واروح قايل له بيست. انا عايز نفس الحاجة الاين تو كرنت فيو بالشكل ده. طيب بعد كده ممكن بقى ايه اعمل اسكيل. ماشي، خليني ارسم بس كده خط عشان يسهل عليا اهو، واقول له ان انا عايز اعمل اسكيل من هنا نمرك، واقول له 0.01 من نقطة المركز تحت اهو. طيب خلينا نشوف هيطلع معايا ازاي. عشان الخط دوت المفروض يتلغي، خلينا نقول له اوكي. تعال نشوف في الثري دي ظهر معايا بالشكل دوت. محتاج بقى ان انا ايه ابدا اطلع بالفوق بالشكل دوت كده، احنا عملنا شكل هرم. طيب انا عايز الهرم بتاعي يبقى يوصل لمستوى معين وبعد كده يبدا يغير الارتفاع بتاعه. ماشي، طيب يبقى هاجي كده واقول له ايديت توب. طبعا ايديت توب مش هقدر اعدل من هنا، فهرجع هنا واقول له انا عايز اعمل سكيل اعمل سكيل كل دوت سكيل، ومن هنا هقول له نمرك واقول له انا عايزها مثلا 20 ممكن. ماشي بالشكل ده. طيب هقول له اوكي. طيب هنا الفيو رينج قطع معايا، فخلينا نروح للثري دي اهو واقول له انا عايز ابص من فوق. تمام، ممكن اقول له بقى انا عايز ارسم نفس الفكره تاني بليند. ماشي، واقول له انا عندي بالشكل دوت، والتوب اخد ده كده كوبي واقول له ايه التوب، وهقول له بيست. وابدا بعمل السكيل بتاعي زي ما عملنا المره اللي فاتت. واقول له انا عايز اعمل سكيل سكيل واخليها 0.1 والغي الخط دوت واقول له اوكي. تعال نبص عليها في 3D. شايف الجزء اللي تحت ده؟ ده بقى اللي انا عايز اطلعه فوق. ده الهرم اللي هو بيبقى ليه ده مقاس، وده ليه زاوية وده ليه زاوية تانية. تمام، فاحنا كده عملنا شكل معين اهو نقدر ان احنا نتحكم فيه. ممكن حتى اربطهم ببعض، اقول له الاين الجزء اللي فوق مع الجزء اللي فوق، تقدر تعمل بينهم الاين، ونقدر ننزل ده شوية مثلا وتيجي هنا تنزل بشوية كمان. طيب عايزين نحط الماتيريال فبسيطة، ممكن تخليه رمل، ممكن تحط له تكتشر زي ما انت عايز.
تمام، ممكن تخلي لونه اصفر ما فيهاش مشكله خالص. هتيجي هنا على الماتيريال وتختار اي ماتيريال انت عايزها. بالشكل ده تختار ماتيريال ساند مثلا وتبدأ. تمام، في طبعا طرق تانية ان شاء الله هنشرح 5 6 طرق تعمل بيهم الهرم.